عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ننسوش نعمل لايك نشترك في القناة. قبل ده كله نصلي سيدنا محمد، اللهم صلي على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن تايلور ورياض محرز وعقد قرانهم امس، وطبعا كانوا اولاده وبناته الثلاثة موجودين ووالدته واخواته وكل قرايب تايلور كمان وعيلتها، ولكن الناس بدأت يعني تهاجم احنا يعني كمسلمين ازاي هو هيعمل عقد قران وهم بعد كده خلفوا. لكن حسب النهاردة لما في يعني صحيفة بريطانية قالت ان هو اتعمل الفرح امبارح او عقد القران ده اقتصر على الاسرة فقط، عملوا في فندق 5 نجوم في لندن، وطبعا ده تاني مرة، لكن ده عقد زواج مدني. قبل كده كان في قبليها خالص في الاول خالص قبل ما محرز يتجوز يعني كان في عقد قران او زي ما بنسميها قسيمة جواز على الشرع. المرة دي كان في مرة أخرى ولسه هيعملوا حفل زفاف فرح يعني في سنة 2024 إن شاء الله. Chaos taxi. Oh my gosh. I'm so sorry. كان لازم يعني الناس كلها تعرفه، لان في كتير بعض الناس يعني هاجموا محرز ازاي هو يتجوز ويخلف من غير ما يكون في عقد، لكن ده اللي اتضح على حسب صحيفة بريطانية انه ده كان عقد جواز مدني، لكن قبلها كان في عقد جواز شرعي. زي ما قلنا يوفق الجميع يا رب ويبارك للجميع يا رب العالمين، واتمنى لحضراتكم كلكم يا رب التوفيق والسعادة، اللهم امين. نشوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.